طيب هذا انا قرب طريق المختصر الثاني ينقفصون بعد. ها ابتعد عن الطريق يا خير ان شاء الله. السلام عليكم شباب، صالح معكم. خلاص يا شباب المتجر نعتمد السلسلة. طبعا الحلقة الأولى من سلسلة المتجر يا شباب ما صار له إلا 6 ساعات نازلة، ما شاء الله تبارك الله أكثر من 11,000 مشاهدة واللايكات 1800 لايك، والظاهر وانتم يعني تشوفون الحلقة هذه وصل 3000، مع العلم أن الرقم اللي كان ببالي 2000 يا شباب، أنا شفت 1800 لا خلاص بالراحة بيوصلون 2000 يا صالح. طيب هذا يا الله ابغى شو اسمه اسكندر، شوف شلون اوكي طلع حركات جبنة النينجا. نينجا نينجا سلاحف النينجا، نينجا نينجا قتال الأبطال، لا نخشى الأشرار هاي نحن السلاحف نهزمهم فالخير أقوى في كل المواقف. أوف. لحظة خليك إذا بقس على جهتنا، خلي بقس على جهتنا اوكي. طيب خلاص خلنا نشري يلا السلام. طبعا جمعت 15,000 يا شباب، الحين 12,504 اوكي اللي بعده. لا ما ابغى هذا اسكت حق ذي الشخص اوكي. تدرون السيارة ذي والله تنفع الكوكب الحيل الاميرة كوكو. طبعا انا السكن حق كورتكس يا شباب، ف السكن هذا حق كورتكس كان موجود يعني بالحلقة الماضية بس انا ما شريته لانه ما كان عندي فلوس تكفي، فكنت اكثر شيء متحمس له يا الله السيارة هذه. طيب اوكي بس هذه 4500، خلوني اشتري اشياء ثانيه، احس اني بفلس اذا شريت السياره زياده. هذا الكفرات رهيبه الزرقاء دي، يلا اشر سلام اوكي خلاص اوكي. خضره بعد ما ادري ولا اشتري السياره، لا تصدقون الكفرات خضره، خلوا يعني احس انه يعني ينفع اشتري شخصيه واحده وسياره واحده بكل حلقه ازين، فبشر كفرات يلا اوكي سلام. طيب ارجع، واو كفرات زر، كفرات هذه صفرة يا حبيبي، اشر ظهرني انا بفلس يا شباب من الكفرات بس. ها اوكي تدرون خلونا ناخذ الشخصية زيادة ولا تدرون؟ لا ما يمدينا اشر كفر صدقون، خلاص ما ادري يمدين عاد يعني لا ما يمدين خلاص لا ما يمدين. 729 اشر هذا يلا طبيعة الخلابة اوكي. اوه هذا شو اسمه حق السيارة ذي ما ادري الظاهر نفس السيارة اللي انا شريتها قبل اوكي يلا خلونا نجرب السكن حق كورتكس ونجرب السيارة بعد. نينجا سلام عدل السيارة نشوف كذا اللون اسود، انا اشوف الطلاء ما في كذا اللون كذا غامق شوي ها. طيب تدرون الاصفر هذا بحط الكفرات ذي يا سلام اسطورة صراحة اوكي يلا اختار الحلبة وين حرب السيارات ها. واو صخرة كورتكس بعدها يلا وين انا ازرق ما معي الا واحد بس وضدي 3 يا اخي ليش يحطوني مع الاقلية اغلب المرات اوكي شوف الجمجمة اوه طيب لا هذا صندوق جنبي ايه عشان كذا ما نبدا على السيربو، انا هذا مو سباق علشان السيربو. عطى تفاح ابلعوا قنبلة ها كوكو مبسوطة وحي ها اوكي 10 تفاحات ازع هذه سلام يا اخي ليش ما تطلع الا قنابل وبس وعصافير هنا في اوكي الاحمر اضرب الاحمر صالح اي كراش كان هناك شفت كراش انا ان شاء الله اي ليش ما اخذت الكتون اسمع واحد يعني مع برتقة لا بعد عنه مع برتقة هذا واو كذا وكوكس طيب ليش ما طرقت برتقة بدري يا صالح يا مال الصلاح في عبابدة هناك شفتوا
يا حبيبي اصبر شوي انت. اوكي شفتوا عبا بده يسبحون. ها اضرب اضرب اضرب. ليش ما طلقتم بدري؟ لو انك طالقهم بدري صالح سلام مات واحد. يلا بقتل سيارات بس انا لازم احمي نفسي انا. اوكي النبي يكون الافضل من بين الجميع. ها لا 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 بعد بعد اي واحد احمر بعد عنه. ها اوكي فضي على جيري. اوه شكل خوي اذا خارج التغطية. انا الافضل بين الجميع. تعادلنا ويقول له انا الافضل بين الجميع. الفريق الاحمر حنا نقطتين والفريق الازرق اربعة. شلون تعادل اجل؟ والله ما ادري والله شلون حساباتهم هذولا. يلا يا الله كذا نينجا اصيل الحين. اطلال الغدر رايت النصر. اوكي عالم تجميع اعلام. يلا يلا ما يخالف المرحلة هذه مرة حلوة فزين مختار المرحلة ذي. لكن تمنيت انا طور قتال احمر. انا مع فريق الاحمر 2-2 ومعانا يعني كذا 2 كمبيوتر 2 كمبيوتر. طبعا شباب كل فريق يعني 4 يعني 8 لاعبين في بالماب. يعني ها كل فريق يعني في 4 لاعبين. حنا في 2 ناس يعني يلعبون صد و2 كمبيوتر. نفس الشيء اللي ضدنا. ها لا تقول لي في احد يعني عنده لاج. اوكي خذوا علم اخويانا. يلا مو علم اخويانا العلم حق الفريق اللي ضدنا. لا 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 علم يعني عشوائي يعني مو اوكي يعني ما اخذ علم الخصم يعني. ها اوكي اوكي وين وين مكاننا حنا؟ حطه هنا حطه هنا حطه هنا. يلا سلام. يا الله هي وش هذا؟ هي لقطه الرايه يا خير ان شاء الله. ايش عندك انت؟ ها وينك انت؟ والله لا ادعس. اوكي وين راح وين راح؟ هجموا شباب شباب هجموا يا اخي. ايش الاسلحه ذي؟ كل ما اخذ كتون يطلع لي سلاح خايس. لا وخر وخر ما معي العالم انا عشان تضربني. تضطر تراي. يا سلام راح راح راح. كف كف وانا بحميك انا بحميك انا بحميك. الله يلا يلا سلام والله كفو. اوكي اوكي وانا العالم وانا العالم العالم وانا وانا العالم يا اخي ما في مكان مو واضح. يلا من اللي معه؟ اللي ضدنا الخصم. مع الخصم مع الخصم. يلا اي خير ان شاء الله. يعني يحطون على اذا جيت انا بضربهم بس انا ما حطيته. لا تضربوني يعني. ها سلام. طيب وضح يعني الخصم ولا حنا اجل ضربت الرايه. ها عند مين؟ وانا العلم يا اخي. ها طيب حلو 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 حلو, حلو. احموني. الله حط يا اخي حط. يلا خلاص 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 راح يجيني. ها احمل علم. هدف 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 هدف. العلم هناك العلم هناك. ها يلا هذه الراية هنا. يا الله وش ذا الحظ وش ذا الحظ. يا الله خلاص 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 ان شاء الله فوز ان شاء الله فوز. ها سلام. الافضل بين الجميع. طبعا الافضل يا اخي. مرتين طلعت لي حماية. الحماية الاولى وكوكا الحماية الثانية باللهنة الصامد الاخير. يلا تابعة. اوه مية. اوكي طيب 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 اوكي يلا اللي بعده كذا. ايوه حط كوكو. كما توقعت كما توقعت. يلا واو وبعد المبدا. يلا شوفوا كذا الحين كل شيء مضبوط يا اخي. السيارة والسكن والشخصية والمرحلة كل شيء مضبوط. يلا 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 حديقة كوكو منطقة الاثار المفقودة. اوف والقصر هناك قصر الأميرة كوكو. أنا المركز الرابع جنب كرانش جنب أخوها. إيه ترى على فكرة كرانش وكراش هم أخوان الكوكو كلهم الثلاثة ذول أخوان أصلاً. أوكي قوة البندق. وش هذا؟ إي أوكي أشوى أنا ما انضربت أنا ما أدري شلونها. طيب شيء بصر بشيء. يلا حلو 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 حلو. معني معني انا ما سويت شيء اصلا ما طلقت شيء. هذا اللي طلق اللي طلقه واحد ثاني. ما ادري شلون ما صار بشيء انا. ها يا الله لا تفوز على اختك. اوكي يا الله اوكي سترى انت ماذا سافعل بك. ها تيربو 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 تيربو
اوكي برتقة 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 ارجوك برتقة يا اخي. اوكي يا الله من هذا اللي بطعنا بالساعة. حسبي الله عليه. اوكي 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 والله هذا داعس هذا داعس ده. يا اخي وش ذا طلع البرتقة بوقت غلط. بعد يعني مو طالب برتقال الا اذا انا طلقت يعني ها؟ يا حبيبي وش ذا؟ اوكي لا لا باقي دور باقي دور زياده. يا اخي طلعوني اعطوني برتقه اعطوني برتقه اعطوني برتقه 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 اطلع مو بقنبله برتقه انا قلت ان شاء الله برتقه عاد هناك. يا اخي وش هذا؟ ليش ما اخذت شيء انت يا بنت؟ بنخسر بسبته بسبت برتقة ما طلع. ها يلا انطلق يا ونتي وسيارات هذه بس. واو وخيرا لا بس الوقت فاته. يلا اهم شيء يطلع لي. ها اوكي اوكي خلاص اوكي مرتبة الثالثة. يلا يلا اطلق. اوكي ما قالت شيء. اوه طيب طيب يا الله لازم يا اخي انتقم لازم انتقم. بلعب مع نفس دولة ها وبنتقم يا اخي. الله ما يصلح. اوف انا ما انضربت انا ها. خلاص توي اصل المركز الاخير. وش هذا 170؟ حلو 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 يا اخي. ودون الاصالة على طول مو بلازم تحطون وقت. يلا 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 والله متحمس له. في واحد طلع. يلا اوه درب الالعاب الكونية سباق الحاسم كراش نيتر كارت. والله المضامير حقت نيتر كارت تعذر بدل اللعبة خرجت جميع اللاعبين. والله على حظي. ايش ذا؟ والله يا شباب اتمنى يحلون مشكلة الاونلاين هذه. الناس ترى ما طلعوا كذا برغبتهم كذا من يعني مشكلة بالسيرفر. اوكي ما في الا واحد صوت اللي هو انا. سلام ثواني والان نبدا. اوه وردي بعد لايقه على شو اسمه السكن او لون السياره يعني لون السياره والسكن هذا حق كوكو يعني ها لكنه مو اكثر من مرحله الاميره ها. اوكي او مرحله كوكو مو مرحله الاميره مرحله كوكو. ايها البطيء سلام انا الاول انا الاول انا الاول يا بطيئين ها. أي خير ان شاء الله. ما شاء الله تفتح الطريق اليمين يا صالح وتروح يسار ها غبا. يلا اوكي دائما تطلع له اسلحه رهيبه على الاقل ان شاء الله. واو برتقه. اوكي ما نطلق الحين هلا اذا طلع لي كذا كرتون. لا لا لما فوق بقفل عليهم. ايه مبسوطين ها. سلام وربقع افسح الطريق ونضربك. طبعا مو كوكو طبعا كوكو الثانية هي اللي كانت تقول واو. حتى كوكو هذه مع برتقة ها. اوكي 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 بناخذ التفاح 10 تفاحات الحين او 10 ومبا. ها 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 اوكي صدم 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 ذا. اوكي هذول اول اثنين كلهم قريبين لمي ها. مين هذا كرانش؟ لا هذا الدب هذا مو كرانش هذا. اوكي اوكي يا الله انطلقي قوة البنج كود. خير ان شاء الله يا اخي. ليش طلقت الساعة الحين؟ باختصر باختصر باختصر. اوكي الدب هو الاول ها. يلا حلو. لا يا شيخ ما ابغى هذا المحلول الكيماوي ذا. ها انا بطلقه عليك. انا ما اطلقه كله بغيت رايله. هو طلق اخضر انا طلقت احمر بس بغيت تجيني ما بغيت تجي هو. ها قفل عليك. لا والله هو هنا على اليسار. ساعدته انت يا صالح ساعدته انت ما قفلت عليه ساعدته ها. اوكي اوكي سلام ثلاث صواريخ ها ثلاث صواريخ. ايه ايه رح 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 بس اقول ها مع السلامة. اوكي لا 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 لا
المركز الاخير هلا بك، شخبارك عد؟ اوكي لا لا يا ساتر، جاني الدب. اوكي كيف سنت عشرة هذه؟ ها عشرة، خد سلام، انضرب الدب. ها اوكي ابعد، ترى معي صاروخ ثالث. ها والله يا ويلك لو تجي. ها خير ان شاء الله. واو اوكي انا وياه. ها انا وياه. خذ يمينك ايها البطيء، خلك ورا ومو بيمين، ورا مو بيمين. ها اوكي سلام، والله احس اني بلتقى معنا. هيا يا اميرة يا كوكو، لا من ماخذ التفاح، احس انه بيبطيني شوية. صحيح الزامن الثاني بيبطيني، لكن حتى لو ممكن الزامن الثاني هذه تفرق صراحة. اوكي هذا لا يا شيخ، ايش ذا؟ وين رحت انا؟ لا 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 تكفى يا شيخ، ايش ذا؟ اضربه انت اللي معك برتقال، اضربه خير ان شاء الله يا اخي. ما طلعت سلحتكم هذه الاسطوريه الا الحين، ها بالدوره الاخيره. وينكم عن الدوره الثانيه؟ ها والله قفلوا عليكم الحين، ها سهلون. يلا خذوا ايه الدب، انقلع انت اللي ذابحني انا، مزعجني. ها قفوشني. اوكي هذا الاخير الحين قاعد هنا بنفس مكانه. ها والله لو يجي واحد منكم يا ويلو، لا يلوم الا نفسه. ها توني محذر انا. اوكي خليكم ورا، انا ببتل في الصدارة في المقدمة اولا دائما وابدا. والله لو يجيب واحد منكم صاروخ، ها يا اخي يا ليت لو يطلع لي برتقة وانا المركز الاول. ها اوكي لا في احد قريب لمي. الدب بولر. اوكي سلام، المركز الاول. يس هكذا يفعل المحترفون. نعم هكذا بس انا المحترف مو بانتي النوبه، انتي خسرتينا بالمرحله الماضيه، لكن هنا انا اللي فوزت. ها فرحان حبتين. ها والله يا جلدني جلد ذا بس. اوكي طيب والله لو اوريكم الحين السرعه النج او 400. اوكي طبعا على فكره بالاونلاين يا شباب تجمعون عملات وامبا واجد. اوه كراش المزيف، ترى عارف شلون اطلعه. خلينا نختار جبنه النينجا. سلام، طبعا سياره ما راح نغيره، لايقه هذه مره على النينجا. اوه معبر المصنع سباق الحاسم، يا فيها طريقين مختصر هذه. ايوه ممتاز، احسنتم الخيار. انا ما صوت، انا هم اللي اختاروا اللي ضدي هذولا، انا ما اخترت شيء. كلهم في اثنين نينجا غيري انا، مو بس انا النينجا الوحيد. ها نينجا سلاحف النينجا، نينجا ابطال القتال. بس انا ارهبهم ليش؟ لان السياره لايقه على نينجا محترم مثلي. ثاني واحده يلا خلاص ندخل. وانا الطريقه المختصره ذكر يحتاج له بوست مره قوي. اي هذا الثاني، هذا الطريق المختصر الثاني اللي عنده الضغطات هذولاك. ها واو شوف شلون ما جت صوت كوكو ولا الله نسيت شيله، ليتني حطيت ورده بس. يلا والله لو اوريكم حين. وي مين اخذ هذه؟ خير ان شاء الله. مين ذا اللي طلق علي بعد يا اخي؟ انا انضربت، انا ما يصير تضربوني كذا مرتين. اوكي طريق المختصر قربت لمه. يا سلام رحت له والله. تيربو خلوه طريق المختصر الثاني، ها طيب هذا انا قرب طريق المختصر الثاني. ينقفصون بعد. ها ابتعد عن طريقي، يا خير ان شاء الله.
لا 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 اوكي لا تروح حيل لازم انطلق كده انا اضبط بس يلا خلاص هونت لان قربت قربت يعني اجمع 10 تفاحات ما قربت بس في كرتينين قريبين هذا كرتون واحد في كرتون ثاني هنا الظاهر ايوه خلاص عشان كذا شفتوا هربقة يلا يلا يا هربقة قوة الهربقة يا اخي ازيد اوكي هاي نينجا انت بتري واو اوكي سلام نينجا اصيل والكأس له ان شاء الله اوكي سلام هذا هو الاول ها هذا الاول ولا راح بطريقة مقصر وداعس بعد ها اوكي يلا خرب عليه بعدها اوكي والله يعرف الطرق المختصرة ذا ها احسن انقفص يلا لا باقي دور زيادة ما يا اخر دور ذي مين النينجا الحقيقي يلا فينا حتى المركز الاول نينجا ها اوكي اجل اوكي سلام اوكي درع ما عاد يطلق عليه ولا لا يلا روح لطريق المقصر المرة الثالثة اي مين اللي سبقني ذاك الدفرق الثالثة انا عاد رجعت الثاني في واحد كذا فجأة سبقني يعني قريب لمي مرة رنش شكله قريب بالحيل اوكي والله يروح داي حتى الطريق المقصر داي يروح له يا الله يا اخي والله لو اوريك ها اوكي يا اخي ما انضرب هو ان شاء الله ينضرب هنا مستحيل مستحيل اوكي راح الدرع لان هذيك بغت تقفصني ها اوكي والله قريب لا مرة يناقص واجد ها اوكي والله بعد ها اضربوه وي وش هو انا السباق هو ما بعد انهاه هي يا الله كانت هذه تجربة فحسب تجربة ايوه تجربة فحسب يعني كنت انا بس بختبر مستواه كان هو مدرب يعني ها فا انا النينجا الحقيقي هذا الاول يعني شو اسمه هو التلميذ يعني هذا الشبل من ذاك الاسد يعني ها طيب انت هنا يا صالح قريب ليش تقول ذاك عموما خلاص ظهر يعني بننهي هنا المقطع والله المركز الاول يا شباب على فكره ترى مثلي راح للطرق المختصره كله يعني راح الطريق المختصر الاول راح له بالدورات الثلاث يعني كله والطريق المختصر الثاني بعد الدورات الثلاث كله فمنافس مره قوي اوكي ترى صراحه انا يعني ماني متضايق انا ماني بمساء ابدا لاني انا يعني خسرت من قبل منافس شريف يعني صدق والله منافس يعني مره قوي ف يعطيكم الف عافيه على المتابعه فلا تنسون يا شباب في الديسكورد هذا حق كراش يعني ريميك كراش سباق سوالف دردشه وناسفه اللي يبغى يعني ينضم معنا بالديسكورد حق سيرفر كراش موجود يعني تحت في الوصف اخبار واحط لكم يعني المقاطع حقاتي وزي كذا في مقاطع يعني الناس ثانيين في عندكم يعني عمر ومبارك القحطاني عندهم هذول القناه باليوتيوب وينزلون عن كراش يعني ينزلون مقاطعهم هناك بالديسكورد فمشكورين على المتابعه نشوفكم ان شاء الله يا شباب على خير خلاص هذه سلسله المتجر اعتمدناه سلسله بالقناه لاني شفتكم ما شاء الله متحمسين مره وانا صراحه جدا يعني مره استمتع بالسلسله احس يلا نشوفكم على خير السلام عليكم.